السلام عليكم لاتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد كما عودناكم دائما. اليوم راح نعطيكم واحد لاستوس دونك فيما يخص قاسمة السيارات لافينيات ولا حتى اي قاسمة اللي نلصقوها في الباربريز، كو سوا تاع الكونترول تكنيك المراقبة التقنية كما نقولوا سكانر، ولا كما اليوم راح ندير معكم هذا ليكزامبل تاع لافينيت قاسمة السيارات تاع 2022. هذه دونك تاع 2022 دونك هو كي تشريها يعطوها لك مع البوشات هذه اللي راهي تقدر تلصقها يعني في الـ في الـ في الـ في الباربريز، ولا دي فوا مع كاين اللي ما يلحقش كاع الولا الاخرين ما يمدوهمش يمدوها لهم وحدهم، دونك تديها وحدك تديها وحدها. دونك كاين اللي شت الناس بزاف يلصقوها بالسكوتش، سكوتش صغيره هذيك نورمال، ولا سكوتش تاع لومبالاج، ولا مش عارف انايا، وبالمطول ما تلحقش عليها شهرين ثلاثه تطير، ودونك ماهيش حتى في النظره تاعها ماهيش بروبر ماهيش شابه، دونك ما عندهاش اروح ولدي اروح. الوغ دونك نعطيكم انايا كيفاش تخدموها، كيفاش تخدمها وتوجدها تبريباريها وتلصقها في الباربريز. دونك هذه سي با لا بان ما نستعملوها شي، حتى هادو راهم نجيبوهم من ليترونجي، دونك هادو حتى هما يجوا من ليترونجي، ما با ما يخدموش عندنا في الجزائر هنا معليش. دونك عندنا لافينيات فيها دو بارتي، دونك فيها لابارتي هذه وفيها لابارتي هذه، دونك يجوا لاصقين قطعهم. دونك شفت بزاف الناس كاين اللي يطبقهم ويخليهم لا قطعها لابارتي هذه غارديا عندك مع الكارت غريز ولا مع لاسيرونس، ولا خليها في الدار اون كاد دي عليك هذه. دونك عندك لا بروف بلي راك شاريها، تروح تعاود تروح اون سي جامي ولا حاجه تبغي تريكلامي، دونك تكون عندك الطالون الصغير هذا. دونك هذا غاردو عندكم فوالا، دونك هذا خلوه على جهه. دونك حنا اللي تهمنا دونك لا بارتي هذه اللي راح نلصقها في الباربريز. دونك في الخدمه تاعنا واش نحتاجو بابي اديزيف ترونسبارون، هذا ترونسبارون يا جماعه، دونك يتباع عند جماعه لاكسيسوار اوتو اللي يديروا لابياج تاع لي فاتور يعني لوتوكولون كذا. دونك يقولوا خاصني غير 10 سنتيم، يعطيك مورسو تاع 10 سنتيم على مش عارف على 10 على 20 سنتيم، يكفيك غير كيما كا تكفيك لا بارتي هذه تكفيك. دونك كاين اللي ما لاخرش يعطيك بوندا تاع على حساب دونك فيها 10 سنتيم على 80 سنتيم ولا على متر، ويحسبها لك هما يحسبوها مش عارف يحسبوها 5000 ولا 6000 دونك 60 دينار جزائري ما يهمنيش، ولا كاين اللي حتى يقول لك هاك ديها من عندي. دونك مورسو كيما هاكا في الديشي يعطيهولك ترونسبارون يا جماعة، هادي ماشي بيضة دونك ترونسبارون، كي تجي لهنا تلاخرا سيبها ترونسبارون. نحتاجو مورسو من هادي دونك لافينيات، نحتاجو كيتار ولا نحتاجو اللي ما عندوش عنده مقص ولا دونك مسطرة تانيك وراكليطة ولا كاش حاجة اللي باش نإطالو بها لاديزيف تاعنا. دونك هذا واش كاين في دونك نبدا مباشرة في الخدمة. دونك يعني كيما قلت لكم ما نحتاجش حاجة كبيرة، دونك كيما راكم تشوفوا دونك نحتاج مرسول هنايا، دونك هذا مقسموه نديرو دو مرسو كيف كيف، هذا المرسو الاول وهذا المرسو الزاوج، دونك ا بوبري نديرهم كيف كيف. من بعد في لافينيسيون تاعها نفينوها مليح بالكيتر، دونك هذا نوخرو لي جي ما نحتاجوش. دونك نحتاج لي دو مورسو هادو لي دي بتو كاري، يعني 10 سنتيم على 10 ولا 10 على 8 سنتيم ولا 8 سنتيم على 8 سنتيم ما يهمش. دونك حنايا لا فينيات ديجا ما فيهاش 10، فيها 7 ودمي على 6، 7 ودمي على 6، دونك ماشي حاجه بزاف، ما عندناش نخدمو بزياده. من بعد كي نفينو نخدمو خدمتنا بيان بروبر بيان كوم الفو. دونك دونك نبداو نخدمو بواحد. دونك واش راح ندير، نحي كيما قلت لكم اللي ترونسبارون يا جماعه، ها كيما راكم تشوفوا. دونك هذا نحطه لا بارتي كولونت اللي تلصق للفوق، ولا فينيات نحطها تشوف ليا، دونك اللي تلصق تشوف برا الباربريز تشوف ليا انايا.
دونك نسي نحطها في الوسط تاع لاديزيف هذا. فوالا هكاك نجيب لاكليت تاعي. فوالا نجيبها هاك نديرها هاك. هذه الحاجه الاولى. دونك الزاويه نحكم هذا المرسو الزاويه تاع البابي اديزيف. دونك ما نحيش واش ندير؟ نحطه كيما هكا. لاديزيف يكون من الفوق، لو بابي هذا الكاعط اللي قلعناه يجي من تحت. صايي فوالا. دونك نقوه كاش ما تسيبو فيه وسخه ولا غبره ولا حاجه. نحطه كيما هكا. نجيب لافينيت تاعي نقلبها، يعني ها لافاس تاعها وظهرها. دونك ظهرها لجهتي انايا، ونلصقها في لابارتي. دونك نلصقها فوالا كيما هكا. نجيب لاكليت تاعي فوالا. هذا المكان. دونك ها هي. دونك كي تديرها في الضوء، دونك كي ترفدوها في الضوء تبان لكم لا فاصاد راهي منها، هذا الظهر تاعها. دونك انا واش يبقى لي؟ دونك هنايا نفينيها يا اما بالكيتار يا اما بالمقص، كل واحد واش يخدم. انا نخدم بالكيتار. نخلي من ابوبري نص سنتيم من نص سنتيم منا ونص سنتيم من نص سنتيم نص سنتيم على لافينيات، ولا تبغي ديرها 1 سنتيم 1 سنتيم على لافينيات في لي 4 لي 4 كوان تاعها. فوالا معليش. دونك انا نخدم ابي بري، دونك راني موالف عندي لا مام ماشي مشكله. دونك كيما هكا ونقطع بالكيتار هذا المرسول الاول. دونك انا عندي اني داير هذا سي لا ستام بي في سي، المهم نخدم عليه. نزيد لا بارتي هذه من هنا فوالا. نزيد لا بارتي تروازيام كوت، دونك الكيتر لازم يكون قاطع. الكيتر خير من المقص على كل حال، تسمى تخدم خدمة بروبر نقية. ما قاطع بالمقص تعوج كي تقص ولا هذا بالداني كوت. فوالا هذه هي. دونك واش دير؟ دونك حنا من بعد دوك نروحو ديريكتومون للافواتير، وندير معكم فاني ديمونستراسيون كيفاش نقلعو القديمة، نقو بلاصتها الى كانت نسخة ونركبو جديدة على كل حال. دونك جماعة رانا هنا نخدمو دوك في الباربريز كيما قلت لكم، لافينيات القديمة. دونك نحوها، نحيها بيها بالبروشات تاعها. السلام ورحمة الله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا لي ريزيدي تاع لاكول من الداخل. دونك نسي باش نحيهم. دونك موالف انا نخدم بالفليتوكس ولي سويتو. دونك نجيب بابي تاع اسميتو نمشي فليتوكس. دونك ندير فيها شوية فليتوكس ونحك. سلام صحيح كي راك. ايوا نقيها باش طير لاكول هذيك رابيدمون. اللي ما عندوش يدير اسويتو تانيك، اسويتو فين تخدم مليح. بليطو اللنجات سمحوا لي. دونك اللنجات تاني في توكس ما تكثروش بسكو باش تنقوا مليح باربيز سا بخون دو تون. فوالا هذه هي.
فوالا راه بروب راه نقي. سلام حكم عليا ضروري غير نجيب لافينيات جديده كما قلت لكم. دونك نروح نحي لابارتي تاع البابي هذه البيضاء، دونك نحيها من الكشكوان. دونك فوالا نحيها، ما نديش يدي في لابارتي كولونت هذه باش ما تخليش لي زومبرونت. دونك كي نحيها راه يجي كيما هكا. دونك ما عليا غير نجي هنا بوزيشونيها مليح في الكوان مع البابيز. فوالا نجيب لاغاكليت تاعي. السقان ابليكي مليح على البابيز. فوالا زيد لابارتي هذه الفوقانيه. زيد لابارتي هذه من هنا. بعد كاش ما يبقى كاش ما لي بيلدير يروحوا مع الشمس. دونك الا كانت بزاف دونك ما يعني كاينه وحده في الوسط بزاف نعاود نجبد. فوالا نعاود ابليكي حتى هو بروحو لو بابي اديزيف هذا لوتوكولون هذا ترونسبارون يعاون في الخدمه. دونك تقدر تنحي وتعاود الاخر بلا ما دير صبعك في البلاصه اللي فيها اللي تتلصق. فوالا هذه هي كمل بصبعي. فوالا هذه هي الخدمه جماعه. دونك سيناسيوس خليكم تستفادوا بها. دونك خدمه نقيه خدمه بروبر ما شاء الله. نشوفوا تاني كمل من الداخل. فوالا ميم الداخل كي تشوفها تشوفها يعني بروب. نظره تعطي نظره الواحد مسقم من صوالحه منقي صوالحه على كل حال. دونك فوالا جماعه خليكم نقول لكم بارك الله فيكم على المتابعه تاعكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.